اسمعوا ماذا يقول الحسن البصري في كلمة والله عظيمة. يقول: أخبرني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي: لو شئتم لنقسمن لكم بالله أن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون بين الناس بالنصيحة، دعاة إلى الله. يقول: لو شئتم نقسم بالله أنه لا أحد عند الله أفضل ممن فعل ذلك، ومصداقه في كتاب ربنا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن؟ الله يقول: من أحسن منه؟ والجواب: لا أحد. ومن الفهم لهذا الطريق الذي كان الصحابة يورثوه لمن بعدهم ما قاله الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، يقول: وددت، تمنيت، أمنية، وددت لو أن لحمي يقرض بالمقاريض، يقطع قطعة قطعة، وكلما قطع منه قطعة طبق الناس سنة حتى يكون آخر قطعة من جسدي مع آخر سنة يطبقها الناس. هذا الفرح وهذا الحب وهذا الحرص وهذه الرحمة وهذا الحنان على إصلاح الناس وإرجاعهم إلى الله وأن يكونوا على الحق، من أين أخذه هؤلاء الناس؟ وما الذي رباهم على هذا الطريق؟ وأي مدرسة علمتهم وخرجتهم بهذه الكيفية؟ إنها آيات القرآن، إنها كلمات النبي عليه الصلاة والسلام، إنها مواقفه وأفعاله التي وجدوها وما تخلفت أبداً، ثم صفاء نفوسهم التي تلقت ذلك كله فوقر فيها بصدق، فكانوا هم القدوة والأسوة لمن بعدهم.